مهرجان بانوراما للفيلم القصير، مهرجان هذا في دورته السادسة بمدينة الثقافة. أصرنا أن نكونوا موجودين في الاختتام بعد دعوة جاتنا من عند مؤسس نتاعو كمال عويش. كمال اللي حاول كل مرة أنه يرتقي بالمستوى المهرجان، هو مهرجان هاوي تم تكريمي فيه يعطي الصحة وعديد الوجوه الأخرى. لجنة التحكيم مدام درة بوشوشة والفنانة والممثلة مدام أميلة علوان، حقيقة اسم اللجنة محترم جدا، إلا دلا شانس، وكذلك المشاركين يعطيهم الصحة اللي آمنوا من مش من تونس كهون، نلقاهم من المغرب، من الجزائر، من عديد الدول الأخرى مشاركين هوات بأفلامهم القصيرة. كيفاش تعدى المهرجان هذايا؟ شنو يحكيو على الاختتام وبعض المقتطفات من الأفلام اللي كانت موجودة في مهرجان بانوراما في دورته السادسة. نجاح مهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولي السادس. هو راهو السينما كان فماش باسيون، فماش الباسيون اللي عنده كمال ما توصلش. كمال على باسيون، دونك وقت اللي قال لي سناء قال لي باش تكون في لجنة التحكيم ما خممتش، هو قالها لي ليه برشا، و دونك سي نورمال افيك لا باسيون اون اريف ا تو اي سي سا باسيون. دونك تفرجنا في 22 فيلم في انا في ظرف اللي صعيب عليا ياسر، خاطر قاعده نصور في فيلم وعندي لي زوسكار باش نصور، باش نقعد نصور تعليم معناها، مي قلت باش تعاون باش نعاون. اي بي جيل جديد يطلع سي لي كور ميتراج، شفنا افلام كما قلت قبيله لي لو نيفو اي ريغولييه، مي يا دي شوز تري انتريسانت، اي ونرجعوا ديما السينما والشباب ويعطيه الصحه كمال ونشكره مره اخرى. تم حجب بعض الجوائز جايز في الافلام الوثائقيه، اعطينا احسن فيلم ما اعطيناش احسن مخرج وما اعطيناش جائزه لجنه التحكيم، على خاطر ما رقيناش حاجه تلزنا باش نعطيو هذوما، وحنا نحبوا زاد ان نشجعوا اما دون لا كاليتي اللي في نظرني احنا، نظرتنا احنا ماناش عناش الحق المطلق معناها لا فيغيتي. واش جيت تقدم لي الفيلم بتاعك؟ فيلم مش شوك دوكيومونتير انثروبولوجيك، تصور 2019 سو لا برودكسيون دو انيس قريعه وانا وليزاد. Donc, en fait, il expose les faits tels qu'ils sont par rapport à l'agriculture. Je suis en train de dire que je suis en train de dire en même temps de dire que je suis en train de l'agriculture que je suis en train de dire que je suis en train de spectacle fantasia ou quelque chose. والله هو معناها شاك فيلم، معناها احنا مثلا كمخرجين ما نعيشوا كان بفيلمنا في الساله، كان نجموا نشوفوا نظره الفيلم، معناها نظره العباد على الفيلم هنا عن طريق العباد كيفاش هما معناها باش يشوفوه كل شيء. دونك فوالا دونك لازم معناها فرصه باش تو بروجيت تون فيلم وتحكي مع عباد وتقابل عباد ويعطيوكم رؤيتهم، رؤيه النظر نتاعهم على فيلموك، وانت تو بوزيسيون باش تتحسن من احسن الى احسن قليل. فيلم اسمه ثين لاين، فيلم قصير تاع 23 دقيقة، وتحصل اليوم على الجائزة تاع أحسن مخرج. بون هي جائزة، الجائزة نورمالمون للفيستيفال اللي دار في الظروف هذيا، يعطيهم الصحة المنظمين، وإن شاء الله ديما هكا أون لوت باش السينما تقعد
تقعد موجودة. شاب هذا رابع فيلم قصير التوالي الدورة سنة دورة استثنائية كما نعرفه سنة هو وضع خطير نعرفه هو وضع وبائي وضع كورونا الحمد لله المهرجان تعدى به النهار الأول ونهار الأول ونهار الثاني الجمهور كان متميز احتروا البروتوكول الصحي والتباعة الجسدي اليوم شفنا خمسة أفلام وثائقية قصيرة بالنسبة على الافتتاح عملناه فيلم عرض ما قبل الأول هو أونيفو بوميير في المهرجان تاعنا هو فيلم بعنوان المزيرة والري لمخرج أنيس حبسي سيتان فيلم كوميتراج بتعطيش حتى مهرجان المهرجان شارك 150 أكثر من 150 فيلم من دول المشاركة ميرسي للمخرجين الكل اللي شاركوا معنا والله ساعة نحب نشكر الجميع اللي وقفوا معاه الكل كما سماهم كمال ما غير ما نقعد نعاود وكذلك نحب نشكره هو على المجهود المتواصل اللي من اللي هو صغير ما خلى معمل هاو راديو ياسمين هاو تلفز درشنية وهاو معناها جرب الإذاعة والتلفزة وعمل فيلم زيادة كورميتراج وبيدو غياليزاتور فيه وجاو عملوه في الدار بحذية ومرحبا بيهم ونطيب لهم وعملت لهم ونشكركم الكل اللي دعمتوه وهو الحمد لله زاد هاو الناس كل وقفوا معاه حتى من نجم نقول دار الثقافة بكلها ونجم نقول عبر دار الثقافة والسينماتيك الوزارة والدولة التونسية اللي جعلت أنه كمال مالغري الكورونا ومالغري هالديفي الكل يلكونتينيو أغولوفي لديفي كمان سيبا إفيدان شوف فيه هنا البارحة في الليل مرقدش وهو معناه ساهر وانغواسي وخايف معناه كومون سا فاس باسي انسي تويت الحمد لله سا سي تري بيان باسي فيليسيتاسيون كمال جو سوي فيير دو توا اي بون كونتينواسيون و سي با ايفيدون ان فيلم ان فيستيفال انترناسيونال اللي جاوه افلام حتى من استراليا اللي واحد يحلم باش يمشي لها استراليا وهذاك هو ان شاء الله الدوره السابعه هذا الثانية الأسنتات للممثلة والمخرجة التونسية أكيد حبوها برشا 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 هي مدام أميل علوان ميرسي بوكو كمال يعطيكم الصحة بونبون لافوتو جوست حبيت نقول لكم أنه محليه المهرجان الحقيقة ليش تابي روج ليش جماعة الانستغرام ظاهرين كان جماعة اللي يحبوا السينما جاو قداشني فرحانة بيكم رغم اللي العدد قصير أمانة فرحانة برشا اللي شفتك اليوم ديجا عنا برشا ما تقابلناش وخاصة تقابلنا في إيفنما وأنت ديما تشجع الشباب اليوم تشجع كمال عويش في المهرجان بتاعه اللي يضرب عليه بالبونية ويعمل المستحيل باش يكون موجود بإمكانياته بنظرته هو دونك كيفاش كانت التجربة هذه في مهرجان بانوراما بعد ثورة ما عادش حتى تسقي في حتى مهرجان كمال عويجي لا معناها جانيي وخليني نحط ساقي في مهرجان من أولي جديد لكن المرة هذه أكثر معناها مش كمشاهدة فقط معناها كعضوة في لجنة التحكيم دونك نشكره على المجهود اللي عمله على خطر
ماهوش يسهل في الوقت البلاد معناها ظروفها صعيبة ياسر سياسيا وخاصة الثقافة اللي يمت تتخبط ياسر معناها لأنه نحسوا أنه الإيمان بها قل برشا. دوك نلقى واحد أنه ممن بالفكرة متاعه وممن أنه يزم يكون السينما متواجد رغم الكورونا معناها هذا ما نجموش كان نحييه وما نجمو كان نقفوا معاه معناها حاجة مهمة ياسر. زيد على هذا احنا استمتعنا معناها بالفرجة في الأفلام ما كانش صعيب أنه نتواصل مع مدام درة بشوشة في اللجنة متاع التحكيم كنا تقريبا نفس الرؤية نفس الفكرة نفس المتفقين على النتيجة زيدا دونك سايتي فيت في بيان في زادة مع سيلا سعد الجموسي زادة كان حاضر معنا لغالب يتعذر اليوم الحضور نتاعه معنا في الاختتام لكن احنا كل وديت صغار احنا بيدنا استمتعنا بالفرجة واستمتعنا زادة بالموجة الجديدة للشباب هذا اللي لازم نقفوا معاه ونشجعوه اللي اعطانا صورة جديدة ومحاولات جديدة وفما نوع من التمرد على القديم ونوع من معناها فما مجهود جديد قاعد يقوموا به الشباب يزمنا نحيوه كمان وقولهم يعطيكم الصحة اللي خليتوا السينما التونسية موجودة ومتواجدة ونشكر مرة أخرى كمال عويج على المهرجان الحلو ذي اللي عملوا